من كام يوم انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من داخل مترو الأنفاق لعملية نقل عدد من التوابيت على قضبان مترو الأنفاق. ومع هذا الانتشار الكبير للفيديو تم تجذيب طبعا نقل أي توابيت بأي شكل من الأشكال. ومن ناحية تانية فضل السؤال، إزاي بيتم صناعة فيديو بهذا الشكل بهذه الدقة العالية لدرجة أن كلنا صدقنا لحد ما عرفنا أن ده ذكاء اصطناعي؟ هانو طفرة من الطفرات التقنية بيتم استخدامها وتصنيعها عشان يوصلنا للمشهد اللي شفناه مع حضراتكم ده. وهنا بيجي السؤال، هل في أدوات تكنولوجية تقدر أنها تكشف لنا التطبيل؟ هل في تفاصيل أصلاً نقدر من خلالها نعرف أن الصور دي صور عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفنا المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات، نورنا في الاستوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. صباح النور. صباح الخير باشمهندس. صباح الورد. اهلا بك. زي ما كنا بنتكلم في المقدمه يا فندم، يعني شفنا فيديو عباره عن فبركه او تصنيع صوره او تخليق صوره للذكاء الاصطناعي عن طريق الذكاء الاصطناعي لتوابيت بتمر في مترو الانفاق. الاخطر كمان من ده فكره انه حتى يعني خلق صور او عمل صور بالذكاء الاصطناعي لاشخاص، وشفنا ده كمان منتشر على السوشيال ميديا، والحقيقه انه كمان في طفرات بقى ودقه عاليه جدا جدا في الصور دي. هل في تفاصيل صغيره نقدر من خلالها نفرق ان كانت الصوره دي صوره عن طريق الذكاء الاصطناعي او صوره حقيقيه؟ طيب في البدايه خلينا نوضح بس التفاصيل بتاعه الفيديو. الفيديو كان عباره عن حد صور فيديو عادي جدا للمحطه وهي فيها ناس متواجدين عادي. طبعا صور طبعا القضبان السكه الحديد وهي فاضيه وما كانش موجود او متواجد عليها اي حاجه. اللي تم بعد كده ان الفيديو ده تم دمجه بواقع معزز عباره عن دمج بعض الكائنات اللي هي كائنات بالنسبه للبرمجه عندنا بيسميها اوبجكتيف كده، بيتم يعني دمج. ممكن مثلا اخلي يبقى في قطارين بيعدوا في وقت واحد، ممكن اخلي مثلا كائن في اجسام فضائيه، كائن اي حاجه خياليه يعني بتتعمل. كل الحاجات الخياليه دي بيتم تركيبها ومؤثرات البصريه دي بيسموها VFX. طيب احنا عندنا هنا ايه اللي تم في الفيديو؟ اللي تم ان يعني حط بعض المومياوات كانها بيتم نقلها. طبعا الكلام ده عادي تمام مش صحة، لان لما بيكون في نقل مومياوات، وطبعا احنا شفنا نقل تمثال الملك رمسيس الثاني وشفنا قد ايه مصر كانت حريصه على اظهار وتامين الحدث ويعني ان هو يكون في ازهى صوره، وبالتاكيد كان حدث جلل. بالتاكيد هنا الفيديو اللي احنا شفناه شفنا ناس قاعده ولا كان في حاجه اصلا بتعدي قصادها ولا كان في اي حاجه، في حاله لا مبالاه. فده طبعا كان اول معيار بيكشف لنا الفيديو ان هو فيديو طبعا من وحي خيال، وهو بالتاكيد فيديو غير صحيح. طيب بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي، احنا حاليا يعني احنا متواجدين في طفره كبيره جدا الذكاء الاصطناعي بيقدر يعملها. احنا حاليا بنشوف مثلا ان ممكن يتم توليد صور حقيقيه كانها حقيقيه، يعني كانها حقيقيه كامله انطلاقا من مجموعات التدريب اللي بيتم استخدامها عن طريق مثلا بعض الويب سايتس اللي بتقدم التقنيات دي وبتقدم الخدمات دي. والحقيقه ان الموضوع بدا يكون خطير، لان بدا يكون في نسب تصل ل 97 و98 في نسب الدقه. تاكيد احنا لسه ما وصلناش لموضوع الكمال، لان كمال الله سبحانه وتعالى 97% بنسبه دقه، نسبه دقه. وكمان برضو موضوع الكشف وصل ايضا ل 97%. انا ليه بقول الرقم ده تحديدا؟ لان الرقم ده هو معلن اصلا من اكتر من جهه، يمكن من جوجل نفسها حتى اعلنت على رقم 97.8 دي نسبه الدقه اللي وصل ليها كل ما يتعلق بموضوع الفبركه وموضوع الاي اي، ان احنا نقدر نجنريت اي صوره ونقدر نولد اي صوره. عندنا طبعا في الذكاء الاصطناعي لما بيتم استخدامه على نطاقات واسعه جدا في موضوع توليد الفيديوهات تحديدا وموضوع الصور كمان، بنشوف بعض الاخطاء ممكن لسه بيقع فيها الذكاء الاصطناعي. زي ايه؟ زي ان احنا ممكن نلاقي العين الشادو اللي عليها او اللايت اللي عليها اللي جاي مثلا لو بنتكلم في صوره في اماكن عامه بيتم التقاطها، لسه بيقع فيها يعني الذكاء الاصطناعي لسه بيقع في اخطاء فيها، ودي بتكون متواجده. بنلاقي برضو ان الصوابع نفسها في الذكاء الاصطناعي، وكمان موضوع الاذن بنلاقي فيها بعض يعني عدم التناسق ما بين فكره اللون هنا كمان واللون هنا. شفنا الكلام ده كمان في موضوع الصوابع ده في صوره الاميره كات، لما شفنا ان كان في صوره تم يعني اضافه بعض الـ يعني طبعا الصوره تم اضافه طبعا حاجات فيها وكده. طبعا شفنا ان ابن من الابناء كان في بعض الاصابع ده مختلف لونها عن لون الايد، وكمان كان في صباع ناقص من ضمن الصابع. فهنا بنقول ان في مشكله لسه
فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. طيب ايه تاني ممكن يكشف لنا بغض النظر عن ان احنا بنحاول نتحرى يعني يدويا كده؟ في طبعا حاجه اسمها البيانات التوصيفيه لكل صوره موجوده. كل كاميرا وكل جهاز تم التقاط صور منه لسه في برضه نسب اخطاء في بعض الكاميرات. طيب اللي بيحصل هنا ان الاخطاء دي بيتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليها ويقدر يحدد هل الصور فعلا تم التقاطها من كاميرا ولا تم تحريرها بشكل كامل عن طريق الذكاء الاصطناعي. هنا الذكاء الاصطناعي بيحاول ان هو يقدر يفهم الالجوريزم ده ويقدر يتحلل الكلام ده كله ويقدر كمان يطلع الميتا تاج الخاصه بيه او الميتا ديسكريبشن الخاصه بالصور، هل تم التقاطها ولا لا، هل تم تعديلها ولا لا، هل البكسلات الخاصه بالصوره، وهنا بتكلم في بكسلات متناهيه الصغر. الذكاء الاصطناعي بيقدر يحدد هل في مثلا تعديل فوتوشوب عليها، هل في تعديل لاي برامج الموجوده عليها، هل الصوره مثلا فيها بعض الاختلافات معينه، هل تم اضافه مثلا لاير على اللاير الموجوده مثلا. كل الحاجات دي بيتم استخراجها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفي الغالب النسبه بتوصل ل 97 زي ما اتكلمنا. عظيم.